مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهي الفقرة رح نقدم لكم ملخص لأبرز ما جرى في عالم كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، ورح نبلش مع نتائج المباريات. طبعا كان في عنا كتير مباريات جرت مؤخرا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020. كانت روسيا البيضاء تفوقت على استونيا بهدفين لهدف، قبرص وكازاخستان كانت النتيجة بينهم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كرواتيا كانت تفوقت على سلوفاكيا بأربعة أهداف نظيفة، وويلز تغلبت على أذربيجان بهدفين لهدف. هولندا وألمانيا مباراة القمة اللي جمعت بين المنتخبين الجيران يوم أمس، كانت هولندا تفوقت بأربعة أهداف لهدفين على ألمانيا. إذن ألمانيا افتتحت التسجيل عن طريق سيرج جنابري في الدقيقة التاسعة، ومن ثم عادلت هولندا عن طريق فرانكي دي يونغ. توني كروس وضع ضربة جزاء لألمانيا، وثم جوناثان جلاوته وضع هدف في مرمى، ومن ثم دونيابل مالين هو أضاف الهدف الثالث لهولندا، وأخيرا فاينالدوم الهدف الرابع أضافه في الدقيقة التسعين. يا ريت تخبرونا عن رأيكم بنتيجة هذه المباراة وعن طبعا أداء الفريقين في هذه المباراة من خلال التعليقات على هذا الفيديو. أيضا كانت في نتائج تصفيات المؤهلة لليورو، سلوفينيا تغلبت على بولندا بهدفين نظيفين، النمسا تغلبت على لاتفيا بستة أهداف نظيفة، روسيا تفوقت على اسكتلندا بهدفين لهدف، وبلجيكا تغلبت على سان مارينو بأربعة أهداف نظيفة. في تصفيات كأس العالم إذن كانت جزر القمر تعادلت مع توغو 1-1، وغامبيا خسرت أمام أنغولا بهدف نظيف. أيضا كان في عنا مباريات دولية ودية لعبت يوم أمس، كانت الإكوادور تغلبت وديا على بيرو بهدف نظيف، هندوراس تغلبت على بورتوريكو بأربعة أهداف نظيفة، تشيلي تعادلت مع منتخب الأرجنتين بدون أهداف، وبنين تفوقت على كانت ساحل العاج بهدفين لهدف. أما منتخباتنا العربية طبعا كانت تونس تفوقت على موريتانيا بهدف نظيف على أرضها في الملعب الأولمبي بيرادس، وأيضا المغرب تعادلت مع بوركينا فاسو بهدف لمثله. إذن بالنسبة للمباريات التي ستجري اليوم، أيضا في عنا التصفيات المؤهلة لليورو 2020، كوسوفو راح تستضيف التشيك، انجلترا راح تستضيف بلغاريا، ليتوانيا راح تستضيف اوكرانيا، ايسلندا راح تستضيف مولدوفا، تركيا راح تستضيف اندورا، فرنسا راح تستضيف البانيا، وصربيا راح تستضيف البرتغال. إذن بالنسبة للمباريات الأخرى كان في عنا فقط تصفيات كأس العالم بإفريقيا القارية، بوتسوانا راح تستضيف مالاوي إذن في مباريات اليوم. ننتقل الآن إلى الأخبار وأخبار الصحافة والإشاعات والانتقالات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا تعرفوا سوق الانتقالات سكر، لكننا عم نتكلم عن الانتقالات القادمة سواء الصيفية أم الشتوية. أهم خبر اليوم، الكاميروني سامويل إيتو مهاجم نادي برشلونة وإنتر ميلان السابق أعلن تعليق حذائه واعتزاله كرة القدم نهائيا. إذا ياريت تخبرونا عن رأيكم في سامويل إيتو من خلال التعليقات كلاعب. في خبر آخر، كان المهاجم إذا الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في صفوف الميرينجي خلال الشهر الماضي. بنزيما توج بهذه الجائزة 5 مرات الموسم الماضي، في هذا الموسم سجل هدفين وصنع هدف خلال أول 3 مباريات اللي لعبها الريال ضد سيلتا فيغو، بلد الوليد وفياريال. خبرونا عن رأيكم بأداء بنزيما حتى الآن، ما رأيكم إذن بأداء المهاجم الفرنسي؟ في خبر آخر، كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة تحدث في مقابلة مع قناة برشلونة وعن موضوع تعاقد مع نيمار، وقال أنه بين 10 و15 من يوليو تموز الماضي تم عمل كل شيء بشكل عملي على مستوى التعاقدات،
وكان هناك تخطيط واضح. وقال أنه المدير الرياضي لباريس سان جيرمان فتح الأبواب للتفاوض، وكان برشلونة أحد الأندية الموجودة هناك، لكن لم يكن هناك إمكانية لتلبية مطالب باريس سان جيرمان يلي طلبوها. إذن وقال أنه باريس سان جيرمان هو الذي عرض التخلي عن بعض لاعبي برشلونة في الصفقة، هو الذي قال أنه هو يريد أخذ بعض لاعبي برشلونة في الصفقة، وليس النادي رغب في إدراجهم في الصفقة، مش النادي اللي رغب في بيعهم. وقال أيضا بارتوميو المراهنة على عودة نيمار كانت بقرار رياضي، وعندما يكون في السوق أي نجم مثل نيمار يجب أن نحاول ضمه، على الرغم من ذلك جاء بعد الانتهاء من خططنا التعاقدية وقررنا التقدم نحوه لأنه كنا نرغب في أن نمتلك أفضل فريق، ولكن ضمه كان أمرا صعبا سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، ولقد فعلنا كل شيء ممكن لضم اللاعب البرازيلي. وقال ميسي لم يطلب عودة نيمار فهو أسطورة، وقال أيضا لم نعد لاعبي برشلونة بضم نيمار، لكن في الوقت الذي فتح فيه سان جيرمان التفاوض حوله تحدث اللاعبون مع بعضهم البعض حول هذا الموضوع. وقال بارتوميو أن هناك لحظة طلب فيها نيمار من باريس سان جيرمان التفاوض فقط مع برشلونة، ولقد فعل ما كان عليه القيام به وبذل قصارى جهده لتحقيق ما يريد، لكنه هذا العام سيلعب في باريس سان جيرمان. إذن وقال إذن بارتوميو نيمار مستبعد حاليا، يعني نحن ما رح نحاول التعاقد مع نيمار مرة أخرى، لكن في فترة الانتقالات الشتوية أثناء التخطيط للموسم الجديد سنتحدث مرة أخرى. إذن وقال هناك أكثر من نادي كان يرغب في ضم نيمار، ما لا يقل عن 3 نوادي تقريبا، لكنني أعرف أن اللاعب قال إنه إذا غادر فسيغادر فقط نحو برشلونة. هذه كانت كلمات بارتوميو حول موضوع نيمار، ياريت تخبرونا برأيكم من خلال التعليقات، ما رأيكم بتصريحات رئيس نادي برشلونة؟ في خبر آخر، كان مارادونا تم تعيينه رسميا مدرب لفريق خيمناسيا لا بلاتا حتى نهاية الموسم. إذن مارادونا تدهورت صحته مؤخرا وتم إجراء عملية له ونقله إلى المستشفى، ولكنه عاد إلى عالم التدريب في الأرجنتين هذه المرة. في خبر آخر، إذن كان يعني ربما ليفربول يسعى لضم، حسب الصحافة ليفربول سيسعى للتعاقد مع مهاجم فياريال خلال فترة الانتقالات الشتوية، يلي هو النيجيري سامويل شوكويزي البالغ من العمر 20 عام. إذن لننتظر ونرى إذا فعلا سيقدم ليفربول عرض جاد لضم شوكويزي في سوق الانتقالات أم لا. في خبر آخر، ووفقا للصحافة، على ما يبدو نادي يوفنتوس يخطط لضم ثنائي نادي توتنهام كريستيان إريكسن وأيضا توبي ألدرفيلد بصفقة مجانية بعد نهاية عقودهما في الميركاتو الصيفي، لأنه إريكسن لسه ما جدد عقده ولا ألدرفيلد راح يجدد عقده، وبالتالي يوفنتوس معروف بأنه هو يحاول الحصول على الكثير من اللاعبين بطريقة مجانية. خبرونا عن رأيكم بهذه الصفقة، هل تعتقدون أنها ستتم أم لا، وخاصة بما يتعلق بإريكسن. خبر آخر متعلق بإريكسن، وفقا للصحافة إريكسن قرر عدم تجديد عقده مع ناديه توتنهام لأن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم، وسيحق لإريكسن في حال فعلا ما جدد عقده سيحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير كانون الثاني المقبل. ولكن وفقا للصحافة عم بتقول انه إريكسن سيختار الانتقال الى احد قطبي مدريد سواء الريال او اتلتيكو مدريد، وانه لن يختار الانتقال الى يوفنتوس. على كل حال هذه الاندية المهتمة بضم إريكسن حتى الان الريال اتلتيكو ويوفنتوس، لننتظر ونرى اذا كان رح يجدد عقده ام لا، ولننتظر ونرى الى اين ستكون وجهة إريكسن المقبلة في حال الرحيل عن توتنهام. اذن في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإسبانية، عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة سيغيب عن الفريق لمدة 3 أسابيع أخرى بسبب الإصابة التي تعرض لها في منطقة الفخذ. إذن في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإيطالية، المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري
أصبح مرشح لتدريب منتخب غينيا بعد إقالة مدرب المنتخب السابق بول بوت بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا. إذن في خبر آخر، إذن وفقا للصحافة الإسبانية أيضا، نجم نادي برشلونة الصاعد إنسو فاتي البالغ من العمر 16 عام اختار اللعب مع المنتخب الإسباني عوضا عن المنتخب البرتغالي، لأنه اللاعب ستمنح، هو من غينيا بيساو يعني أبو أمه من هونيك، لكنه يحق له الحصول على الجنسية الإسبانية والجنسية البرتغالية، وسيشارك على ما يبدو اللاعب في بطولة كأس العالم المقبلة تحت 17 عام برفقة منتخب إسبانيا، لكن لننتظر الإعلان الرسمي وقرار اللاعب النهائي. إذن في خبر آخر، إذن أو خبرنا الأخير ربما، نادي الميلان وفقا للصحافة الإيطالية لا يفكر في تجديد عقد لاعبه جياكومو بونافنتورا البالغ من العمر 30 عام. عقد بونافنتورا سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وربما ميلان لن يجدد عقده لأنه طبعا اللاعب تعرض كان لإصابة خطيرة في الركبة خلال الموسم الماضي قد تؤثر على مسيرته في المستقبل، ولذلك الميلان لن ربما يفكر في تجديد عقد لاعبه. ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات بهذا الأمر، وياريت تخبرونا عن أي شيء حابين تحكوه بمنطقة الرياضة والأخبار اللي حكيناها أيضا من خلال التعليقات. هيك تقريبا منكون وصلنا لنهاية هذه الفقرة، إذن إن شاء الله نكون قدمنا لكم حصاد مفيد، وإن شاء الله تكونوا استفدوا واستمتعتوا من هذا الفيديو. أنا بتشكركم جدا على متابعتكم لإلي، وأراكم من خلال فيديوهات البث الحي على صفحة أخبار الآن كل يوم حول ما يتعلق بأبرز أخبار كرة القدم. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.